السلام عليكم، معكم بشرى كوزين. فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله، كنتمنى تنال إعجاب ديالكم. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا صدور ديال الدجاج ولا الاسكالوب ديال الدجاج معمرين بشامبينيون. اللي كنحتاجوا ليهم الصدور ديال الدجاج، بالنسبة للمرافقات ديال هاد الوصفة عندنا الخضرة بطاطا، قطعوها هكا صغيرة ولا نشرو هذيك الصغيرة. عندنا لي بروكولي، لي شامبينيو اللي غادي نحتاجوهم في العماره ديال صدر الدجاج، عندنا اللوبيا الخضراء مقطعه على هذا الشكل، وعندنا الجزر مقطع على هذا الشكل. غنحتاجو الفرماج محكوك، ونحتاجو ايضا المعدنوس مقطع رقيق، الابزار او الفلفل الاسود، وبطبيعه الحال الملح. القياس ديال كل واحد. ان شاء الله غادي نبداو نوجدوا هذوك لي سكالوب ديالنا. ناخذوا الصدر ديال الدجاج ونحاولوا نقطعوه هكا، نحلوه بحال الصطام، بحال هكا على هذا الشكل، وفوق من ورق المطبخ كنحاولوا نضربوه هكا شويه باش يرقاق لينا. هو كيف ما كيرقاق كيطيب وكيجي مزيان. نحاولوا نرقوه على هذا الشكل. هاد الوصفة كتجي لذيذة وبنينة وصحية، تقدري ديريها للعشاء ولا حتى للغدا. في طنجرة نديرو فيها الكسكاس حيت غنبخرو فيها الخضرة. نبداو باللوبيا والجزر، نديرهم يتبخرو، من الأحسن نبخروهم باش ما يجيوش شاربين الماء وكيكونوا صحيين وألد أكثر. كنخليهم يتبخروا جانبا حدانا، وكناخذوا مقله فوق النار نوجدوا فيها العماره اللي غادي نديروها لصدور الدجاج. كنديروا واحد معلقه زبده، معلقه كبيره، كنتسناو عليها شويه تذوب. من بعد ما دابت لنا هذيك الزبده كنزيدوا لي شامبينيون اللي قطعنا صغير على هذا الشكل، نحركو مزيان بما طاح لينا هذاك الشامبينيون. كيولي على هذا الشكل. من بعد كنديروا قياسنا ديال الملح والفلفل الاسود. هاد الوصفه ما كتبغيش بزاف ديال العطريه، غير الملح والفلفل الاسود والزبده باش كنشحروا الخضر اللي عندنا كافيه. كنزيدوا شويه المعدنوس مقطع رقيق. هذاك القياس المعدنوس اللي عندي راه غادي نخدم به حتى في الخضره ملي غنسوطيها. من بعد ما زدنا المعدنوس صافي كتكون كيكونوا لي شامبينيون ديالنا واجدين. كنخليهم غير واحد شويه يبردوا، وكنديرهم في واحد الجبانيه بحال هكا. كنزيدوا عليهم هذاك الفرماج غابي اللي درنا، اي نوع الفرماج اللي كتبغيو. انا هذا هنا درت شي دار. وكنزيدوا واحد جوج معلقات ديال الفرماج كريمي. اي نوع فرماج كريمي صافي. من بعد كنحاولوا نخلطوا هذاك الفرماج اللي زدنا على لي شامبينيون، كنحاولوا نخلطوه مزيان. صافي كتكون واجده عندنا العماره ديالنا. نقدروا نزيدوا على شويه الابزار والفلفل الاسود والملح، نذوقوه حيت الفرماج شويه مالح. نديروا القياس ديالنا ديال الملح. صافي كما قلت لكم ها هي العماره ديالنا واجده. كنحطوها حدانا، وكناخذوا هذاك الصدر ديال الدجاج اللي وجدنا
رققناه هكا كنديرو فوق من ورق ديال المطبخ ضروري حيت غادي نروليوه. كنحاولو نجمع نديرو الحشوة ديالنا ونجمعو بحال هكا على شكل قاضب او بودا، وكنخليوه في نفس الورق وكنحاولو نجمعوه وكنزيروه مزيان على هاد الشكل حتى كنحصلو على بحال فنيدة. صافي كنزيروه من الجوانب وكناخدو ورق ديال بابي ألمنيوم كنديروه هكا تحت منه وكنعاودو نزيرو عليه كنجمعوه ونحاولو هكا نزيروه على هاد الشكل. غير نزيروه ما تخافوش منه. صافي ناخدو عاود ثاني ملي تلقات تبخروا لينا الخضر الاولين الجزر واللوبيا. دابا كنديروا لي البروكولي والبطاطا ديالنا حتى هما كنخليوهم يتبخروا لينا، ما تخليهمش يطيبوا بزاف باش يبقاو مزيانين وصحيين. كنديروا عليهم شويه ديال الملح باش نبنوهم وكنعاودوا نديروا عاوتاني صدر اخر، نديروا شويه الملح وشويه الفلفل الاسود ونديروا العماره بالطبع نفس الشكل كما درنا المره الاولى. كنبقاو هكا حتى كنكملوا كاع الصدور اللي عندنا. كنجمعوا من الجناب، كنحاول نعاود معاكم باش تكون الصوره موضحه. صافي كنجمعوه كنزيروه والول بهذا الورق، زيروه مزيان باش يبقى لنا مجموع. صافي وكنجمعوه صافي نزيروه مزيان وناخدو الورق ديال بابي ألمنيوم كنديرو نفس الشكل. كنبقاو على هاد المنوال حتى كنساليو كاع صدور الدجاج اللي عندنا. واخا تشوفيها راه شويه فيها الخدمه ولكن راه كتجي لذيذه وصحيه. ان شاء الله ملي غادي تجربيها غادي تعجبك. الانسان ينوع شويه من الطاجين نبدلو شويه. صافي ملي كنكملو هادوك لي بودان كاملين كنديرهم في الكسكاس حتى هما يتبخروا وكناخذوا المقله. صافي كندير فيها شويه زبده وكنديروا هذيك اللوبيه ديالنا اللي تبخرات، كنزيدوا عليها شويه المعدنوس وشويه الملح وشويه الفلفل الاسود. صافي وكنشرملو هذيك اللوبيه ديالنا. اللي بغى يخلي الخضار هكاك مبخره يدير عليها غير الملحه حتى هي كتجي مزيانه، غير انا بغيت نبننها شويه. انا زدت عليها شويه ديال الاعشاب المناسبه. صافي كنحركوا هذيك اللوبيه ديالنا، ما كتاخذش الوقت بزاف يعني واحد دقيقه صافي وهي واجده. صافي صافي كنزولوها وكنحطوها جانبا في واحد الاناء. في نفس المقله كنعاودوا نديروا عاوتاني معلقه ديال الزبده ديالنا دوب، وكناخذوا هذاك الجزر ديالنا اللي تا هو تبخر وكنديروا نفس العطريه اللي درناها في اللوبيا غادي نديروها في جميع الخضر. المعدنوس مقطع رقيق، الملح والفلفل الاسود والاعشاب المناسبه. وكنحركوا ملي كطيب حتى هي كنحطوها جانبا. كنعاودو عاوتاني نفس العمليه نكملو بها جميع الخضر، البطاطا والبروكولي. هاد الاعشاب المنسمه هي اللي كنت وريتكم في هذاك لا فيديو اللي كنت درت ديال التقليه، راني كناخذها من محلات كوسكو سميتها ايطاليانو. تقدري ديريها في اي حاجه، راه كتجي لذيذه وكتلذذ اي حاجه. صافي بقى لينا دابا البروكولي هو الاخر، كنديروا توا معلقه الزبده وشويه ديال الابزار ولا الفلفل الاسود الملح والاعشاب المناسبه. صافي ملي كنكملوا جميع الخضر ديالنا كتكون واجده
كنطلع على هادوك لي بودان ديالنا ديال الدجاج لي سكالو، ملي كيتبخروا صافي كنحيدهم، كنحاولوا نزولوهم من الكتكاس. صافي من بعد ما بردوا لنا هادوك لي بودان كنحاولوا نحيدو هادوك، نحيدوهم من الورق على هاد الشكل. انا من بعد ما زولتهم من هذاك البابي حمرتهم شويه في المقله، غنحمرهم شويه في المقله مع الزبده. اللي بغى يدخلهم الفران يقدر يدخلهم، غير هو حيت مع الفران غي شويه ينشفوا، مع صدر الدجاج دغيا كينشف، من الاحسن نديرو هكا غير شويه الزبده في المقله ونحمروهم. غنحمرهم غير شويه على هكا باش يشدوا شويه اللون. صافي وهما واجدين. صافي كنستفهم على هذا الشكل. انا رافقتهم بالخضر مبخره، نتوما الا بغيتو ديروهم مع لابيغي ديال البطاطا، مع الرز، مع اي حاجه، كيجيو بنان ولداد وصحيين. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. صافي ملي كيتحمروا لنا على هذا الشكل صافي كنزولوهم، كنحتفظوا بهم بما وجدنا البلا ديالنا باش نسربيو. انا خديت البلا بحال هكا، درت شويه شويه من الخضره صافي، وكنقطعوا هذوك صدور الدجاج ديالنا كيكونوا على هذا الشكل. كما قلت لكم كيجيو لذاد لذاد لذاد، انا دائما العائله ديالي كتعجبهم وكنديرهم اليوم. كننوع فيهم، مره كنعمرهم باللي شامبينيو، مره كنعمرهم باللي زيبينار. انسان ينوع شويه، كيكونوا على هذا الشكل الطبق النهائي. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وبالدعم ديالكم معايا ان شاء الله. لي لايك نعطي المزيد، ومن هنا الفيديو الجاي ان شاء الله. خليت لكم الراحه، دائما معكم بشرى كويزين.